أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، وأبدأها بالعناوين. من الصحافة العربية: أهالي عدن خائفون من توقف الخدمات بعد الانقلاب. صحيفة فرنسية تتحدث عن حي خاص باليمنيين وسط العاصمة المصرية. ومن أخبارنا المنوعة: 350 مليون قطعة سلاح يمتلكها الشعب الأمريكي. موقع الصحوة نت يتابع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن ويعنون: اقتحامات ونهب وترحيل وتشريد عدن في حضرة الفوضى. وقال الموقع أن العاصمة المؤقتة عدن تعيش أوضاعا غير مسبوقة، سيما بعد استكمال سيطرة ميليشيا المجلس الانتقالي على المحافظة. وأصدر تجمع شباب عدن للحقوق والحريات إحصائية بعدد جرائم الانتهاكات التي ارتكبت في عدن خلال الأحداث الأخيرة، والتي طالت مواطنين أغلبهم من المحافظة الشمالية على يد ميليشيات المجلس الانتقالي. وقال تجمع عدن المدافع لحقوق الإنسان في بيان صحفي إن الاشتباكات تسببت بمقتل 16 شخصا بينهم أطفال دون السن القانوني، فيما جرح 450 شخصا. وذكر تجمع عدن الحقوقي أنه قد تم ترحيل 2400 شخص بشكل قسري وغير قانوني، وشردت أكثر من 1000 أسرة وعائلة، ودمرت 1200 بسطة تجارية بين الحرق والإتلاف التام. لم يسمع أحد بالحريق الذي نشب في مأرب قبل أسبوع، والتهم مخيمات الفارين من الحرب وسط تجاهل كبير من الجميع. ووفقا لموقع المشاهد نت، مأرب نازحون أحرقت أو أحرقت النيران خيامهم يبحثون عن مأوى. بدأ أحمد حمدان في البحث عن مأوى آمن يقيه التشرد، وهو وزوجته وأطفاله، بعد أن التهم حريق خيمته الأسبوع الماضي غربي مدينة مأرب، ليبدأ فصول معاناة أخرى من التشرد والنزوح بعد أعوام من مأساة العيش في مخيم للنازحين. لقد احترق المخيم، وأتى الحريق الذي شب في مخيم النازحين بمنطقة ذنة الجمعة الماضية على 7 خيام من أصل 13 خيمة بما تحتويه من أثاث. تقطن في المخيم أكثر من 500 أسرة نازحة من أبناء محافظة صنعاء الذين شردتهم الحرب من منازلهم وأجبرتهم على التوجه إلى مناطق نائية في أطراف محافظة مأرب. وتسببت الرياح الشديدة التي تشهدها المناطق النائية حيث مخيم النزوح باتساع الحريق الذي اندلع بفعل تطاير شرارة من أحد المطابخ التقليدية التي يستخدمها النازحون في خيامهم لتجهيز الطعام. بروس ريدل كتب مقالا في موقع المينوتور عن الأحداث التي تشهدها العاصمة المؤقتة، وقال في المقال: انتصار الانفصاليين الجنوبيين في اليمن يعتبر إهانة جديدة ونكسة لجهود الحرب السعودية وقائدها ولي العهد محمد بن سلمان. فقد خسرت حكومة عبد رب منصور هادي المدعومة من الرياض عاصمتها، مما يضعف من شرعيتها أكثر. الإمارات العربية المتحدة الحليفة الأقرب للسعودية مسؤولة عن مكاسب الانفصاليين الجنوبيين، مما يعني أن الحوثيين وإيران هم المنتصرون استراتيجياً. وقام الإماراتيون ببناء وتقوية الجنوبيين على مدى السنين الماضية. الفشل الأخير هو واحد من سلسلة أخطاء استراتيجية للقيادة السعودية. فالرد الأولي على دخول الحوثيين مدينة صنعاء هي جهود خرقاء من الجو لهزيمتهم، فلم يكن لعملية عاصفة الحزم أي نصيب من اسمها. كما كانت إدارة الحرب الضحية الأولى لزعيم لا تجربة له، وانتهت العملية إلى مستنقع بآثار إنسانية كارثية على الشعب اليمني، وتضرر الأطفال تحديداً بسبب فقر التغذية والأمراض التي حرمت الملايين منهم من طفولة طبيعية. أما الآثار طويلة الأمد على جيل من الحرب فقد بدأت تظهر، ويتحمل السعوديون نصيب الأسد من هذه الكارثة التي حلت بأفقر بلد عربي.
وكان من المفترض أن تدمر الغارات الجوية قدرات الحوثيين الصاروخية في الجولة الأولى من الحرب، إلا أن قدراتهم تطورت وبثبات مع الحرب، وها هم اليوم يستهدفون بشكل منتظم المدن الحدودية وأحياناً عمق المملكة. وكانت النتيجة الإجمالية للحرب هي انتصار استراتيجي لإيران التي أدخلت أعداءها العرب في مستنقع اليمن الذي باتوا غير قادرين على الخروج منه، فيما يواصل حليفها الحوثي إطلاق الصواريخ على الرياض وطهران آمنة. الكونغرس يحاول وقف هذا الجنون في اليمن رغم محاولات الرئيس التصويت ضد قراراته، لكن المعركة لم تنتهي بعد. هذه المرة تحت سطوة السلاح والقتل، الانتقالي يحشد في عدن لاستعراض شعبيته قبيل الحوار مع الشرعية، كما تقول صحيفة الشرق الأوسط والتي عنونت أيضا مخاوف من توقف الخدمات والداخلية تنسق أمنيا في المحافظات المحررة. وقالت الصحيفة أن دعوة الانتقالي للتظاهر في العاصمة المؤقتة عدن تأتي لأجل استعراض شعبيته قبيل بدء الحوار المرتقب مع الحكومة الشرعية الذي ترعاه الرياض لإنهاء التوتر الأمني. ومن غير المعروف حتى الآن ما هي النقاط التي سيتم التحاور بشأنها بين الانتقالي والحكومة الشرعية في الرياض، إلا أن المراقبين اليمنيين يتطلعون إلى أن يؤدي الحوار إلى الخروج بنتائج إيجابية تضمن عدم التمرد على الشرعية. وفي سياق التحذيرات والمخاوف من توقف الخدمات في مدينة عدن، أفاد القائمون على شبكة الكهرباء بأنهم يواجهون ضغوطا كبيرة قد تؤدي إلى توقف الخدمة بسبب اقتراب نفاذ كمية الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد. موقع المصدر أونلاين نشر مقتطفات من ما جاء في تقرير دولي حول ما يتعرض له صحفيوها اليمن وعنوانه: مراسلون بلا حدود تدق ناقوس الخطر، اختفاء 20 صحفيا في اليمن منذ العام 2015. وقالت منظمة مراسلون بلا حدود إنه خلال الأسابيع الماضية تم اختطاف صحفيين جدد من طرف رجال مسلحين، وهو ما يرفع عدد المختفيين إلى 20 صحفيا. وأفادت المنظمة أن عائلات معظم المختطفين لا تملك أي معلومات دقيقة عن مكان احتجاز أقاربهم ولا عن مصيرهم، وأدانت مراسلون بلا حدود هذا النهج مشيرة إلى أن القوات المسلحة تستهدف الصحفيين اليمنيين بشكل ممنهج بغض النظر عن أماكن تواجدهم. كي لا يكون النص ضدا للعقل، تحت هذا العنوان كتب توفيق السيف مقاله في صحيفة الشرق الأوسط: أفكر أحيانا أن الجدل المعاصر حول القيمة النسبية لكل من العقل والنص في تكوين الفكر الديني يرجع جزئيا على الأقل إلى مشكلة أخرى يشار إليها ولا يصرح بها، أعني بها الحاجة إلى الفصل بين الأفكار والأشخاص وتوليف منظومة فكرية وقانونية وأخلاقية تعتمد على استدلال معياري وليس على النسبة إلى أشخاص بعينهم. ما دفعنا لإثارة المسألة هو أن الاستدلال بآراء علماء الدين المتقدمين والمتأخرين تحول إلى تمهيد ضمني لمنع مجادلة آرائهم أو نقد منهجهم في الاستدلال، ويبدو أن مقاومة النقد قد جرى تمديده إلى كل شخص أو فكرة أو موقف له علاقة بالدين حتى لو كان من العادات أو عرضيات الشرعية ومتغيراتها. بالنسبة لمن ألف التراث الفقهي، فإن أسماء الفقهاء الذين تبنوا فكرة ما تعتبر أمارة على سلامة الفكرة ولو كانت بمقاييس هذا الزمان غير معقولة، مثل ذلك الواعظ الذي زعم أن الأرض تقف على قرن الثور لأن قولاً كهذا روي عن علي بن أبي طالب، ومثله الذي اعتبر خروج المرأة للعمل سبباً للزلازل والخسوف والكسوف لأن فقيهاً معروفاً نسب هذا الرأي إلى رواية عن النبي. زبدة القول، إننا بحاجة إلى فك هذا الترابط غير الضروري بين الرأي العلمي في الدين وبين قائله، سواء أكان نصاً أم حكماً في مسألة. أما الغرض من هذه الدعوة فهو التوصل إلى تقييم لمضمون الآراء بناءً على معايير علمية يقبلها عامة العقلاء، وليس بناءً على اسم القائل. إن الإصرار على أن صحة الرأي مبنية على نسبته إلى فلان أو علان يضعنا في حرج حين يتعلق الأمر بآراء غير معقولة أو جارحة لمشاعر العقلاء. شك وزير الخارجية الألماني هيكو ماس عدم
قدرة مجلس الأمن الدولي على حل صراعات في العالم كما هو الحال في سوريا واليمن وليبيا بسبب الاعتراضات بين أعضائه، وذلك في إشارة لاستخدام حق النقد الفيتو الذي تملكه الدول دائمة العضوية. وعنونت شبكة الأخبار الألمانية الدي دبليو: هايكو ماس يشكو عجز مجلس الأمن عن حل صراعات دولية. وخلال زيارة لمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، قال السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي: في الوقت الحالي لدينا موقف يتمثل في اعتراض أعضاء المجلس لبعضهم بعضا في أزمة كبيرة. وأضاف ماس أن من المهم أن يصبح مجلس الأمن هو الهيئة المحددة للسياسة الدولية في قضايا مثل ليبيا واليمن وسوريا. وقال إن كل طرف ملزم بتقديم إسهامه حيال عدم وقوف المجتمع الدولي موقف المتفرج تجاه تزايد الحروب في العالم. ومن المقرر أن يتوجه ماس في وقت لاحق إلى كندا، حيث سيلتقي نظيرته الكندية لبحث سبل دفع مبادرته تحالف أنصار التعددية قدما. وتهدف هذه المبادرة إلى الربط الشبكي بين الدول المؤيدة للتعاون الدولي والمناوئة لمساراته المنفردة. الصحيفة الفرنسية ناديا بلتيري وفي صحيفة لاكروا قالت بأن اليمنيين يجدون بعض الراحة في القاهرة، ففي الوقت الذي أغلقت فيه العديد من الدول العربية أبوابها أمام اليمنيين، تظل مصر دولة مضيافة للذين يفرون من القتال أو يأتون للعلاج، معظمهم يقيم في حي الدقي في القاهرة، وقد تضاعف عددهم 3 أضعاف أو حتى 4 أضعاف من العام 2011. يعتبر الدقي، وهو حي في قلب القاهرة، يمنا مصغرا تنتشر فيها المقاهي والمطاعم اليمنية، وجميعها يمثل يمنا جديدا في العاصمة المصرية القاهرة. يفتح مطعم باب اليمن أبوابه على مجتمع يمر بالحرب منذ أكثر من 4 سنوات. يشعر توفيق عبد الكريم حسين، وهو مالك هذا المطعم الذي يتردد عليه اليمنيون، بأنه في وطنه، ويقول: لقد وصلت هنا في العام 2015 مباشرة بعد بدء الحرب. صنعاء تعرضت للقصف وأنا لدي أطفال صغار قد لا يتمكنون من البقاء على قيد الحياة في هذا المناخ. يأتي اليمنيون جميعهم إلى مطعمه ويؤكدون أنهم وجدوا هنا نكهات اليمن، ومع ذلك لا يزال هناك طعم مرير، وهو اضطرارهم إلى الفرار من بلد دمرته الحرب. تضيف الصحفية: يبلغ العدد الرسمي لليمنيين في مصر 4000، ولكنه ضعف هذا الرقم وفقا للجمعيات، فالأرقام غير مؤكدة لأن تنقل اليمنيين في القاهرة أمر دائم، البعض يأتي ويذهب وقد يفشلون في الاستقرار بشكل دائم، توقف آخرون لبضعة أسابيع لطلب العلاج لأن المؤسسات الطبية معطلة في اليمن. يصنعون حياتهم بدون ضجيج، تحت هذا العنوان كتب علي عمر مقاله المنشور في موقع عدن الغد. أكبر حزب معارض في ألمانيا أو فرنسا أو بريطانيا يمنع عنه القانون امتلاك مدفع واحد أو دبابة، بل ويعد هذا جريمة كبرى يعاقب عليها القانون. الحزب الحاكم فقط هو الذي يمنحه الشعب امتلاك الجيش والأمن وكل الترسانة العسكرية الضخمة وحماية البلاد. هذا هو أصغر حزب في أحد البلدان التي تحترم شعوبها. يقوم الحزب بترشيح أحد أعضائه للدخول في انتخابات الرئاسة. يدخل هذا المرشح وكل مقومات الدولة العسكرية والمالية والاقتصادية والعلمية في يد الدولة. تحصل المفاجأة ويكتسح هذا المندوب الانتخابات ويصوت له الشعب ويصير رئيس البلاد. يخرج هذا الرجل من القاعة وكل مقومات الدولة العسكرية والاقتصادية قد انتقلت إليه تلقائيا وهدوء وسلاسة وبدون أي عك أو تمرد أو رفض أو انقلابات. قيمة الإنسان ونضوجه العقلي وقوة النظام واحترام القانون هي التي تصنع لهم حياتهم وتنظم شؤونهم، فلا تجد هناك مجاميع أو أحزاب مسلحة
تمتلك ترسانات عسكرية ومدافع ودبابات وجيش يعملون في الاتجاه المعاكس للدولة. أما البلاد اليمنية فإنك تجد في كل شارع دولة وجيش وترسانات يترأسها قُصر لا يريدون للوطن والناس أي منافع ولا استقرار مطلقاً. وهنا أيضاً يأتيك الداعم صاحب الثروة والإمكانات الكبيرة، ومن أجل الأخوة والدين والمحبة والرعاية يصنع بجانب دولتك 1000 دولة ودولة و1000 لغم ولغم، ويخنقك ويحاصرك بين عملاء وذئاب وثعابين ارتهنوا للعمالة والمال، ويدعمهم لنشر الفوضى والتخريب والاقتتال والشتات. وهنا وبتشجيع من الدعم تقوم جماعات بضرب الدولة نهاراً جهاراً، ويشرد الحكومة ويشرعون الحق لكل حزب أو جماعة أن تقارع الدولة في أي وقت وكل زمان. أرض العمالة والموت المخيف مسلسل وسلوك قبلي فئوي فوضوي طائفي عنيف وتدميري بلا توقف ولا نهاية له. الصحفي راشيل نوير من شبكة البي بي سي يتساءل ماذا سيحدث لو اختفت الأسلحة النارية من العالم، ويجيب في تقرير نشرته الشبكة البريطانية أن الولايات المتحدة ستكون من الناحية الاقتصادية أكبر الخاسرين من اختفاء الأسلحة النارية. فبحسب تقديرات اتحاد تجار الأسلحة النارية تسهم تجارة الأسلحة النارية بنحو 50 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي. ماذا سيحدث لو اختفت الأسلحة النارية فجأة وبلا رجعة من الوجود؟ قد تبدو الفكرة مستحيلة، لكن النتائج ستكون ببساطة انخفاض عدد ضحايا الأعيرة النارية، إذ يبلغ عددهم نحو 500 ألف شخص سنويا حول العالم، ويسجل أكبر عدد من خسائر الأرواح جراء العنف المسلح في الولايات المتحدة الأمريكية التي يمتلك مواطنوها 350 مليون قطعة سلاح ناري، فضلا عن أن معدلات جرائم القتل باستخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة أعلى بنحو 25 مرة منها في سائر البلدان مرتفعة الدخل مجتمعة. يقول جيفري سوانسون أستاذ علم النفس والعلوم السلوكية بكلية طب ولاية نورث كارولينا إن حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة تحصد أرواح نحو 100 شخص يوميا في الولايات المتحدة. اهتمت الصحف البريطانية بكشف علمي جديد من شأنه أن ينهي العجز عن تحديد جنس المولود، ويبعث دفعة من الأمل للآباء الراغبين بشدة في طفل من جنس معين. ونشرت صحيفة آي تقريرا عن إمكانية التلاعب بالحمض النووي يمكن أن يتيح للآباء اختيار جنس أطفالهم عبر تقنية بسيطة يمكن أن تتيح للآباء الذين يجرون تلقيحا اصطناعيا اختيار جنس المولود. يقول العلماء في اليابان أنهم توصلوا إلى طريقة تسمح لهم بفصل الحيوان المنوي للفئران الذي يحمل كروموسوم X عن الذي يحمل كروموسوم Y، ما يتيح لهم التلقيح بالحيوان المنوي الذي يحمل الكروموسوم الذي ينتج عنه جنس الجنين المطلوب ذكر أو أنثى. وتشير الصحيفة إلى أن العلماء عثروا على طريقة لتخفيض مستوى نشاط الحيوان المنوي الذي يحمل كروموسوم X وتقليل قدرته على السباحة، وهذا يقدم قاعدة أساسية للتمييز بين الاثنين واختيار الحيوان المنوي الذي يحمل كروموسوم Y والذي يؤدي التلقيح به إلى أن يكون جنس الجنين ذكراً. تقول صحيفة الجارديان أن أحد الأطفال في الصور الملتقطة من أفغانستان قال للمصور بأنه يعلم كيف يستخدم السلاح وكان يتحدث بذلك بفخر بالغ. صدم هذا الطفل المصور، لكنه استمر بالتقاط العديد من الصور لأطفال أفغانستان. نتابع بعضها في جولتنا المصورة لهذا اليوم. We'll be right back.
من جدران الكهوف إلى أعمدة الصحافة إلى المواقع الإخبارية وإلى صفحاتنا الخاصة عبر رسامو الكاريكاتير عن مواقفهم واتجاهاتهم بكل خفة وذكاء. مجموعة من رسوم الكاريكاتير نستعرضها في جولتنا التالية. بهذه مشاهدينا الكرام مجموعة أصوار ورسوم نصل إلى نهاية هذه الحلقة. نشكركم على حسن المتابعة ونلقاكم على خير. إلى اللقاء.